دكتور أيمن الراقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. دكتور أيمن أهلا بحضرتك. تحية سنة لكل السيدات والسادة المستمعين والمتابعين، خاصة المشاهدين والمتابعين. أشكرك جدا، وعايز أعرف من حضرتك، طبعا كلنا متابعين جيدين لما يحدث في الحرب ما بين إسرائيل وما بين فلسطين، لكن حضرتك شايف المشهد هيكون شكله عامل إزاي الفترة القادمة في ظل وعيد كبير جدا من إسرائيل برد قاسي ضد فلسطين وخاصة في غزة؟ يعني ما كان من خلال عملية بطولية باجتياز المنتصبات أو المستوطنات في حدود قطاع غزة، وما حدث من حدث يعني لم يكن أحدث واقعة، لكن الآن ما سيكون هناك طبعا عدة سيناريوهات نحن نتابعها بشكل متواصل بعد أن أخذت دول أخضر من البيت الأبيض من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإعطاء الاحتلال فرصة للهجوم على قطاع غزة بشكل واضح وخوض هذه الحرب، ثم الكابينت الإسرائيلي الذي أعطى الضوء الأخضر أو المجلس الأمني المصغر للاحتلال الذي أعطى الضوء الأخضر لجيش الاحتلال بشأن حرب برية على غزة. خلال الساعات القادمة خلال أن تشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية موسعة تضم المعارضة، وهي هي حكومة حرب بطل معنى الكلمة. منذ ساعات الليل الماضية قصفت غزة بأكثر من 1000 غارة إسرائيلية حتى الآن. طبعا كما نتابع يقترب عدد الشهداء إلى 500 شهيد، نصفهم من الأطفال والنساء. الخطة أو السيناريو القادم كما نتوقعه نحن كمحللين وبعض المعلومات، إسرائيل ستذهب إلى حرب برية واسعة على قطاع غزة، ستقسم قطاع غزة إلى 5 كيانات منفصلة، فلسطين لوحدها، رفح لوحدها، الوسطى لوحدها، وكذلك الغزة وشمال غزة، ثم تبدأ في عملية بيت إلى بيت من خلال محاولات الاحتلال طبعا جمع أسلحة المقاومة في قطاع غزة والوصول إلى الجنود والمستوطنين الأصل لدى المقاومة. هذا المخطط الطبيعي الذي سيصير بالاحتلال دون ان يكون هناك اي متغيرات تخطى تغير هذا السيناريو. الدكتور ايمن، انا بسال حضرتك عن دور مصر السياسي. طبعا اعتدنا ان في ظل الازمات الكبيره في فلسطين بيبقى في دور مهم جدا هو الدور المصري، ما بقولش الدور العربي لكن بقول الدور المصري الموجود على ارض الواقع، واللي دايما بيروح لفكره السلام وحمايه اهلنا في فلسطين والدفاع عن الحقوق الشرعية للفلسطينيين. شوف ازاي حضرتك الدور المصري في الفترة اللي جاية في ظل ان سيادة الرئيس كان يعني مناقشات مع عدد كبير من قادة الدول، وكمان اكد لرئيس المجلس الاوروبي اهمية وقف التصعيد بين فلسطين ومصر او بين فلسطين واسرائيل. بالتأكيد هو الدور المصري هو دور مهم لسببين، لسبب ان الجغرافيا السياسية تفرض الدور المصري بشكل كبير جدا، ومصر منذ اللحظة الأولى التي حدثت فيها العملية هي كان موقفها واضح بأن وصول الأمور لهذه الحالة بسبب الإسرائيليين وحكومة الاحتلال والمتطرف، بل بالعكس وصف بشكل أساسي أن الإرهاب الإسرائيلي هو أوصل هذه الأحداث إلى الخروج عن المألوف في قطاع غزة. مصر تواصل اتصالاتها منذ اللحظة الأولى لمنع استمرار وتوسع هذه العملية، لم تتحرك بشكل أساسي طبعا للحصول على موقف عربي، وسيكون هناك دعوه ستقوم مصر لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجيه العرب ثم تابع تباعا التوجه الى مجلس الامن. مصر تتحرك بشكل اساسي كبير في هذا الاتجاه، والرئيس المصري مشكورا يتابع بكل تفاصيل هذا الامر، معنيين بحق انتماء شعبنا الفلسطيني. وايضا لا يوجد الان الا منفذ واحد يدخل المواد الغذائيه للشعب، هو منفذ رفح، وبالتالي مصر سيكون علينا جهد كبير جدا في هذا الامر. نحن في النهايه دعاه سلام لسنا دعاه حرب، اتمنى ان لا تستمر الحرب، انه من يدفع ثمنه هو الادوية والاطفال، كما شرط في بدايه حديثنا ان نصف الشهداء الان من الاطفال والنساء، وبالتالي بالفعل نحن نحتاج طبعا الجهد المصري، ومصر مشكوره لا تثني جهدا حتى هذه اللحظه، وتتواصل على الصعيد الدولي والاقليمي بشكل كبير جدا، وحتى على الصعيد المدني للتمكن من وقف هذه الحرب باتصالات مع الفصائل الفلسطينية.